هذا الشكل النضالي هو استمرار في المعركة البطولية الشغيلة التعليمية تنزيلا للبرنامج النضالي للتنسيق الوطني الذي يضم يعني أزيد من 24 مكون من مكونات الشغيلة التعليمية التنسيقيات والنقابة. اليوم يعني هذا الاستمرار في النضال ما هو إلا استمرار الدولة في دليل على استمرار الدولة في فرض أمر الواقع، فرض نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، بل والأدهى من ذلك هو التسويق لعموم الشعب المغربي والأسر المغربية على أساس أن تم استجابة المطالب الأساسيدة، والأساسيدة تحركهم جهات خارجية. هذا هو النقاش اللي بغاو يعزلوا به حتى تعاطف ديال ولاد الشعب مع الأساسيدة اللي هما جزء من هذا الشعب المغربي. وهذا النقاش مردود عليه لأن الأساسيدة لم يخرجوا للشارع لمطالبة بفتات الزيادات الطفيفة في الأجور، وإنما خرجوا أساساً ومشي على هذا العام، خرجوا منذ سنين لإسقاط مخطط التعاقد. وهذا العام اللي تم إخراج الجميع من الوظيفة العمومية بعد النظام الأساسي، خرج الجميع للمطالبة بإسقاط هذا النظام الأساسي باعتباره خارج الوظيفة العمومية، باعتباره نظاما يعني مستقدم وجايبينه من القطاع الخاص ويطبقوه في الوظيفة العمومية ولا يطبقوه في قطاع التعليم العمومي. رئيس الحكومة البارح كيقول لك هادو واخدين التلاميذ كرهائن. نتساءل معه شكون اللي راهن البلاد؟ واش الأساسيدة اللي راهن صندوق النقد الدولي؟ راه الحكومة والحكومات المتعاقبة والدولة في عمقها هي التي رهنت خيرات ومقدرات للشعب المغربي لصندوق النقد الدولي، حتى أصبح صندوق النقد الدولي هو المتحكم في السياسات التعليمية، في السياسات الصحية، في الخدمات الاجتماعية كلها. تم تفويت الصحة للخواص، اليوم يتم تفويت المدرسة العمومية للخواص، وإجابة الوحيدة التي تقدم هي التجيش ضد الأساسيدة، ضرب نضالتهم بالسرقات من الأجور وبالمحاكمات والاعتقالات وبالتوقيفات، القمع يعني في الأشكال النضالية والترسانة القمعية اللي موجودة هنا خلفي ما هي إلا دليل صريح على ما أقول. فالأجندات الخارجية التي تحرك هي التي تحرك الدولة في سياساتها. ملي كيجي صندوق النقد الدولي يدير مؤتمر ديالو في مراكش ليس حبا في المغرب، وإنما باعتبار أن المغرب هو تلميذ مجتهد ونجيب في تنزيل توصياته لضرب القطاعات الاجتماعية على رأسها الصحة والتعليم وخصوصتها وبيع الخدمات. نقول بأن نظامنا مستمر ولم نخرج من المطالبة بفتات حتى نظهر على أننا انتهازيين، لم نكن انتهازيين يوما لكي نبيع الوظيفة العمومية ولكي نبيع المدرسة العمومية بمقابل 750 درهم زيادة أو 1500 درهم زيادة. مطلبنا واضح، إسقاط النظام الأساسي وسحبه بشكل نهائي، ونقاش نظام أساسي داخل الوظيفة العمومية يضمن مجانية التعليم لأبناء المغاربة يتشدقون بمصلحة المتعلم، في حين أن أولادهم يدرسون في البعثات ويدرسون في الخارج، لا أخ النوش لا بن موسى لا غيرهم، لا وهبي بكل وقاحة وبكل جرأة كيقول لك أنا ولدي كيقرأ في كندا حيت شبع عنده الفلوس. هذا كيهمه ولاد الشعب باش يخرج دابا يتباكى على ولاد الشعب ولا يستمل العاطفة ديالو. فمن حق التلميذ أن يكون له أستاذ متوفر على حقوقه، وحق التلميذ وحق الأستاذ لا يتعارضان، والمسؤول على الحقين هي الحكومة والدولة والوزارة كمؤسسة مسؤولة على قطاع التعليم. هي تملصت من هذه المسؤولية وتلقي يعني اللوم على نضالات الشغيلة التعليمية وتستخدم مصلحة التلميذ فقط لضرب النضالات ديال الشغيلة التعليمية. لا نجد أنهم يتحدثون عن مصلحة التلميذ في تعليم مجاني، لا نجدهم يتحدثون عن مصلحة التلميذ في فضاء مدرسي يعني صحي ما كاينش فيه أبسط شروط صحية يعني الممارسة
الدراسه ديال العمليه التعليميه التعلميه، الاكتضاض يعني على المستوى الحواضر الكبرى ما بالك في القرى والمداشر والمناطق النائيه، انعدام يعني الخدمات ديال النقل المدرسي المطعمه وغيرها، هذه الامور لا يتحدثون عنها. الاهتراء ديال المرافق العموميه كمؤسسات عموميه للمدارس كيتحدثوا على مصلحه التلميذ فقط ملي كيخرج الاستاذ يطالب بحقه ويطالب بحق التلميذ تعليم مجاني عمومي تتحمل الدوله الكلفه ديالو. الوزاره ما بقاتش كتشغل الوظيفه العموميه، ما بقاتش كاينه بمعنى التملص من تحمل الكلفه الماليه ديال قطاع التعليم، القاء يعني هذه الكلفه على عاتق او على كاهل ابناء الشعب اللي مستقبل القريب غيوليو يؤديو في المدرسه العموميه كرسوم ديال التسجيل كما كيؤديو اليوم في المستشفيات الجهويه، لو هذه فلوس الصندوق لو هذه فلوس كذا، بمعنى الخوصصه تاتي بشكل متدرج. الاساتذه اليوم يناضلون الى حين اسقاط هذا النظام الاساسي باعتباره تشريع يقضي على الوظيفه العموميه يقضي على مجانيه التعليم، ولن يرهبنا لا القمع ولا الاقتطاع ولا المحاكمات ولا كل هذه البروباغندا او الدعايه الاعلاميه، لدرجه انهم واصلين شد الاعلام العمومي الرسمي شدينه وكيحاولوا ما امكن يفصلوا ويروجوا فقط للافكار ديال الحكومه في مقابل اقصاء صوت الاستاذ. في الحوارات كذلك يتم اقصاء الشغيله اللي كتناضل ويتم المنادات على نقابات لا تمثل هذا الحراك التعليمي، لم تدعو يوما للاضراب ويفاوضونها باسم المفاوضه في حين انهم يؤتتون بها المشهد لاكساب شرعيه لذاك الاتفاقات ديالها. نقول بان اي اتفاق خارج سحب هذا النظام الاساسي واسقاط مخطط التعاقد الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه وضمان كل الحقوق والمكتسبات ديال الشغيله التعليميه لن يعيد الاساتذه الى الاقسام، وان نضالنا مستمر باستمرار الهجوم. نحن اليوم هنا ما ليس حبا في الاضراب، وانما لاننا اقسينا من النظام الاساسي. التواجد ديالنا هنا ما هو الا تعبير عن مطالبنا الاساسيه والعادله والمشروعه، والتي من اهمها التنصيص على 24 ساعه كحد اقصى في جميع المسالك، والحركه الالكترونيه الوطنيه مكشوفه المؤسسات وليست بيد المدير الاقليمي، لانه من العيب والعار على ان الحركه الوطنيه في المؤسسات تكون مشروطه كما بين مزدوجتين، القانا ديال المدير الاقليمي او المدير الرئيس المباشر بالمؤسسه. ولهذا نحن اليوم نندد كما نددنا في المحطات النضالية السابقة بجميع التصرفات والاستفسارات والتكليفات التعسفية التي يتعرض لها أطر الدعم الاجتماعي والتربوي في جميع المؤسسات بربوع المملكة، وكذلك ندينهم بشدة لإرغامهم على اشتغال أطر الدعم الاجتماعي والتربوي ب 38 ساعة استنادا إلى المذكرة 190 والتي لم تنص في ديباجتها وفي عرضها وفي خاتمتها على أطر الدعم الاجتماعي والتربوي.